السلام عليكم يا اخوان، كيف حالكم طيبين؟ مقطع اليوم مقطع بنسولف بندردش عن موضوع صناع المحتوى. بكل اختصار يا اخوان حنقيم صناع المحتوى كلهم. ففي هذا المقطع راح نشوف كذا صناع المحتوى، طبعا اللي بارزين اللي معروفين. يعني اذا انت مثلا ما كنت موجود في القائمه انا لا اقلل من شانك، ولكن يعني غالبا تكون توك بادئ، او انه مثلا عدد المشتركين قليل، او انك انت ملتزم في يعني تنزيل المقاطع. فعموما لسته اليوم لسته حاسمه، لسته في ناس ممكن تحبوهم، ناس ممكن حتى يعني ما تحبوا محتواهم، اللي هو الزبده. اليوم انا حتكلم بلسانكم، استخل لسانكم، حتكلم شباب اليوم بلساني انا، شخصي انا، تقييمي انا. في بعض صناع المحتوى صراحه انا اعرفهم شخصيا، في بعضهم لا، فانا راح اقيم الكل سواسيه، راح اقول الصراحه يعني، ما راح اسلك لهذا ولا اقول لا هذا ممكن يزعل، لا، الموضوع تقييم. في النهايه نحن بنقيم محتواك مو شخصك. حتشوفون طبعا ان هذا المقطع شويه صغير كذا، بس يعني عشان ايش؟ عشان نترك المجال لباقي صناع المحتوى. اول شيء التقييم هذا مبني على ايش؟ مبني على متعه المحتوى او فائدته، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني على استمراريه صاحب القناه، في بعضهم ممكن يقطع ويرجع، في بعضهم اصلا ما ينزل كثير، فهذا الشيء برضه حيأثر في التقييم. الشيء اللي بعد اللي برضه اعتبره صراحه جدا مهم، اللي هو جوده المحتوى وجوده التصاميم من ناحيه ثمنيل، من ناحيه هويه، من ناحيه مونتاج، هذا كله صراحه يعني مهمه في صانع المحتوى. الشيء الاخير اللي هو رأيي، بما ان انا صاحب القناه، انا اللي قاعد اسوي المقطع، فيحق لي ان انا اشارك في هذا الموضوع. يعني نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، مع اول شخص. طبعا انا اول حاجه يعني معروف اني فوق، يعني طبيعي هذا شيء متوقع، لكن ازعزع بخصوصي انا. طيب يعني قيموني تحت من 10، ما راح ازعل، قيمني صح كذا من جد، يعني بكل صدق من 10 في الكومنتات. نبدا بسم الله من اليسار، بنبدا بجيلان. جيلان اللي ما يعرفها هي تقريبا يعني من القدامى جدا في المحتوى هذا، وتقريبا من اول الناس اللي دخلت اليوتيوب بمونتاج قوي. انا يعني بمونتاج قوي يعني لدرجه انه جدا قوي. فلما اللي ميزها اول حاجه انه شخصيتها مميزه، ثاني شيء انه المحتوى صراحه متعوب عليه، يعني من ناحيه ادت، من ناحيه ميمز، ميمز مو كرنج، لا ميمز يعني حلو. فمحتوى جيران الامانه جدا جدا رهيب. يعني بناخذ كذا لمحه بس بسيطه على مثلا تاور اوف فانتسي، هنا شايفين هذا بدايه المقطع. اهلا بكم جميعا، في كميه مونتاج جدا رهيبه. المقطع سلس. نجي وين؟ دقيقة عشان بس أبغى أوريكم موضوع هذا. أوه في إعلان لـ12. بالمناسبة شباب، 12 اللي حاب يشحن بكود اسم، والله إني وقح. المحتوى هذا ما حد يسويه الا جيلان، فاللي يميز جيلان الموضوع هذا. فعندكم هويه زائد عندكم برضو جوده محتوى، شخصيه، فمحتوى رهيب. نجي على اللي بعده، اللي بعد عندكم اللي هو هاني. هاني هذا اللي ما يعرفه، لما انا فجاه كده دخل عالم اليوتيوب ودخل صراحه بقوه. الادم ما شاء الله عليه يعني يصمم تصميمات حلوه، ادم شغال على موضوع الريلز اللي هو الشورتات، يعني ادم الامانه قاعد يتعب في مقاطع، يعني هو التعب واضح. لكن في كم سلبيه بسيطه. لما انا اول حاجه الهويه حقته جدا رهيبه، شيء مميز، اللوجو حقه برضو مميز، الثمنلات برضو حلوة، تقريبا جذابة، محتوى قنش زي كذا. لكن في بعض الأحيان سلبيات المقطع نفسه، يعني شبه ممل او انه طويل مره بزياده. على سبيل المثال مقطع لهذا الشيء 30 دقيقه انا حاشوف ابيس. اوكي هو ماخوذ من بث، لكن برضه المفروض انه يكون ايش، في مونتاج اكثر. فالادمي فنان ما شاء الله، من ناحيه تصاميم، من ناحيه صور، من ناحيه زي كذا، الوان ما الوان، لكن من ناحيه كاديت لكم عليه صراحه. شيء ثاني ايجابي برضه نسيت اذكره، موضوع الاستمراريه عنده صراحه حلوه. لكن زي ما قلت لكم المقاطع بعضها ممل جدا، زاد انه صراحه اسلوب هاني اسلوب يعني واحد يقول قصص، ممكن اسلوب واحد يعني كيف اوصف لكم، ادمي رايق، مو حق مثلا اللي يخش مثلا جنشن انا صاح يلا بيس طططط، ما ادري، هذا اللي انا اشوف، هذا تقييم الشخص. وين مكانه في التصنيف؟ مكانه بيجي هنا، محتوى حلو لكن ما يعتبر رهيب استير. نجي على انس طبعا هذا مختص في موضوع القصص، ما عندنا في صنع المحتوى اللي يمكن 3 أو 2، فعندكم انس صراحه مميز من ناحيه طرحه. فزي ما تلاحظوا الادمي شغال الامانه على القصص، وطرحه جدا جدا جميل، يدخلك جو. انا الامانه ما اتابع القصص، لكن يعني يدخلك جو، عرفت؟ لكن عنده عيب واحد، موضوع انه يعني المونتاج يعتبر بسيط، ما في قصقصه صراحه. يعني زي مثلا هنا رايي في اليوتيوب بعد ما وصلت 53 دقيقه، هذا مقطع نتفليكس، فمقاطع الامانه طويله، لكن كجو قصص. من ناحيه هويه الامانه الهويه شويه تعبانه، يعني حتى التصاميم مثلا شويه تعبانه، في الاغلب انه هو مطلع وجهه بس، في افكتات مره كثير. فمن ناحيه هويه، من ناحيه تصميم، هذا شيء صراحه يعني شويه تعبان، لكن كجوده محتوى الامانه والله حلو. يعني الادمي عنده امكانيات، لكن الفكره كيف يطلع جودة المحتوى هذا اللي هو عنده، طريقة طلوعه للمحتوى صراحة يعني لكم عليها شوي. فللأمانة يعني أنس I love you صراحة، لكن محتوى غير متقن. أنا آسف
يلا جابنا احنا قلنا من البدايه ما في اي مجاملات صح صح حلو. طيب نرجع لليوتيوبر الثاني اللي هو عندنا بلوم. بلوم لما انا يعني انا استغربت انه في ناس كثير قاعد يكلمون عنه. طبعا انا سويت اللي ما يدري سويت في الانستغرام نزلت في ستوري كتبت اكتبوا لي صناع المحتوى. اسم بلوم تكرر كثير فدخلت على قناته. لما انا ما كنت اتابعه ولا اعرف ايش محتوى شفت انه ايش محتوى نظام اللي مثلا يشرح شخصيات نظام مثلا يستعرض دمج. فعندكم مثلا هنا مسوي له سلسله مثلا اللي هو مغامره الحيتان نفس تقريبا السلسله اللي انا عندي اللي هو ايش انك تخش بحساب حوت تلعب وتجرب الدمج. فيعني حلاوه صراحه محتوى جميل من ناحيه ثمنلات برضو حلوه لكن كهويه انا شايف غاني لازم يتوقع انه تو بادئ ماله كثير ويقطع ويرجع يقطع ويرجع ف يعني يعتبر كويس. فراح نحطه وين؟ راح نحطه هنا. محتوى حلو لكن يحتاج له اتقان يحتاج له انه يعني وجود حلو شوي. طبعا يا اخوان في بعض الناس اللي موجودين في الليسته انا ما اتكلم عنهم كثير لانه صدقا يعني اكون معاكم واضح انا ما اتابعهم كثير او انه مثلا ما اعرفهم يعني اعرفهم لكن كاسم انه والله هذا فلان لكن اشوف محتوى واتابع واعرف ايش يسوي ايش ينزل ايش يقدم لا. فانا ممكن بعض الاحيان يعني ازل واغلط زي مثلا بلوم هذا اول واحد لما انا يعني انا ما تابعت الا اشياء مره بسيطه. طيب القناه الثانيه مو هذا. طيب نجي على اللي بعده اللي صراحه هويته مميزه شيء رايق بسيط حلو عارف. فعندكم اللي هو ريتشارد اللي انا ما اتابعه كثير لكن دخلت قناته بعد ما اتكرر طبعا اسمه كثير دخلت قناته لقيت انه والله عنده صراحه محتوى حلو محتوى اول حاجه مميز افكار حلوه. عندكم مثلا زي هنا افضل 5 ايام هذا يعتبر برضه يعني محتوى حلو. عندكم موضوع هنا كيف هيفيرس دمرت مستقبل هذا اخيرا نزل محتوى هذا لا طبيعي هذا ما في اي شيء مميز اي نزل نظريات توقعات مدري ايش اتوقع والله اعلم انه برضه حتى ينزل قصص. فلما انا محتوى حلو هويته برضه حلوه رايقه من ناحيه مونتاج كويس لكن يعني ابتدائي عارف يعني هو جيد بس ما في حركات ما في كذا عارف. السلام عليكم يا مرحبا ترحيب. فالآدمي محتوى يعني زي ما تقولوا كأنه شرح كأنه مثلا شفت اللي مثلا يقول لك والله ترى اسمع أنا عندي 1 2 3 4 بس أنا ما راح أمتعك ما راح تحس بالمتعة لكن أنا إيش راح أفيدك. فهذا اللي أنا أحسه محتوى ريد شادو هذا فتقييم له صراحة يعتبر محتوى حلو فبنحط محتوى حلو. طيب نجي لجلمود. جلمود عاد هذا يعني صديق يعني ويعتبر اخو يعني ادمي قديم صراحه يعني ادمي دعمني في بداياتي على تويتش ادمي راعي بطولات ادمي راعي يعني حركات طبعا معروف في تويتش اكثر ما انه معروف هنا داخل يوتيوب قريب يعتبر حاليا كيوتيوبر يعني له تقريبا كم خلينا نشوف له حول سنه بالضبط يب سنه فسنه من العطاء في اليوتيوب فجدير بالذكر انه صراحه يذكر موضوع الاستمراريه لما انا يشكر عليه استمراريه حلوه. الهويه حقته كجلمود طبعا جلمود هذا اللي ما يدري عنه يعني هذا شخصيه يعني الهويه حقته جامده حلوه صراحه فيس كام حركات الفيس كام برضو يطلع يعني وسيم زي ما انتم شايفين شكله الوسامه الادمي صراحه مرتب لكن بعض مقاطعه تحس المونتاج فيه يعني المونتاج فيه دروب اللي مونتاج اوقات يكون كويس مونتاج اوقات يكون ابو كلب من ناحيه مثلا انه مقطع يكون طويل المقطع يكون مو ممتع ما تحس فيه متعه تحس انه اوكي جلمود نحن مو في بث جلمود حاول انك تسرع الموضوع عارف. فهذه ممكن اللي يعني سلبيات اشوفها في جلمود هذا الشيء اللي يخليه مو محتوى اسطوري زايد انه عنده برضه موضوع اللي هو تكرر المحتوى يعني بمعنى اصح اللي هو يعني افكار اوريدي موجوده في اليوتيوب هو قاعد يكررها فهذا اللي منعه من ايش انه يروح محتوى اسطوري. لكن كشخصيه جلمود صراحه مميز يعني المفروض ما ينحط هنا كمحتوى متقن صدقا يعني هو بين هنا وهنا محتوى حلو بس يا اخي والله ما ادري هو بين هنا وهنا صراحه هو وانس تقريبا نفس الفكره اثنين عندهم محتوى عندهم مثلا عندهم شخصيه عندهم عارف يمديهم يقدموا اكثر لكن طريقه تقديمهم ما هي بنفس الكفاءه اللي هي عنده فالاثنين صراحه يعتبروا هنا هذا خلينا اعدل عليها محتوى حلو غير متقن احس كذا افضل صراحه. طيب نجي على اللي بعده اللي هو ابو ناشي ملك السحبة معروف بالسحبة. أبو ناشي يا أخوان من الناس اللي برضه مونتاجهم جميل لادم مونتاجه جدا رهيب لادم أفكاره مرة حلوة أفكار جدا جدا حلوة يعني عندك مثلا موضوع ألف ريزن هذا أول واحد يعني هو سوى الفكرة هذه عندكم مثلا موضوع أحلى البيوت هذا ما حد قد سوى أصلا عن البيوت يسوي مثلا بطولات ونشت أشياء يعني كيف أوصف لكم أشياء حلوة آدمي محتوى جدا رهيب الثمنلات مرة حلوة هنا صراحة هذا المقطع ما أدري ليش نزله أبو ناشي أتمنى أنك تواصل معي يعني تقول ليش نزلت هذا المقطع. أبو ناشي يا أخوان يعني هو أول واحد دعمني في مسيرتي في اليوتيوب دعم أنا ما أقول لك دعم مو إنه والله والله شباب تابعوني هذا رابط القناة لا حبيبي جابني في القناة معه أنا بحاول نطلع لكم المقطع حقنا هذا المقطع فلو جن طالع يعني المايك زفت وقتها كنت حوقف لكن قلت يا أخي أدفع زيادة أمتع شخصية في قنشي أنا ما أتوقع أنك أنت جربته لما تجرب الحين أنت بنفسك حتعرف يا عيني يا عيني أبو سمك
اي نبي سمك. فبلاش الامانة صراحة اول من اوائل الناس اللي دعموني، محتوى جدا رهيب، ادم مرة كويس، لكنه زي ما قلت لكم هو ادم يسحب فترات كثير. تقول لي يا ادم طب كيف ان شاء الله لا في رجع بوف يسحب. ادم ممكن عنده ظروف انا ما ادري صراحة، لكن عموما اللي منعه يكون في محتوى اسطوري اللي هو موضوع السحبات، فنحطه هنا بالراحة. هوية كويسة، ادمي شخصيته برضه حلوة، محتوى حلو، وشي كويس. طيب نجي على دوك. طبعا دوك ممكن في منكم ما يعرفه، في منكم يعرفه لكن ما يدري صار فيه، انا نفسي ما ادري صار فيه. الادمي يا عيال للامانه كنت يعني جدا جدا مبسوط بمحتوى ادمي. كيف اوصف لك؟ كذا يعطيك شرح مختصر حلو باسلوب حلو ونقطه كذا ما يزود. ادمي جدا كان محتوى حلو. ما ادري ايش الظروف صراحه اللي خلته نقطع. ادم اتوقع انه كان على قريب تخرج، فهو ما ادري هو تخرج اتوظف راح سلك حياته، انا ما ادري صراحه. لكن صراحه في الليسته هذه جديد بالذكر صراحه انه يكون موجود معنا في السلسله هذه او في المقطع هذا. فالادمي من ناحيه هويه صراحه شويه مفقعه للامانه. دوك حبيبي ما ادري تشوف المقطع هذا، بس هويتك كانت يعني شويه ابو كلب صدق، لكن كلوجو حلو. فعموما انا اتذكر اني محتوى زمان، فتقييمي له صراحه محتوى حلو. طيب نجي على زيفيرس. زيفيرس خلونا نروح على زيفيرس. انا اعطيكم رايي اول حاجه على موضوع زيفيرس. زيفيرس الامانه في بدايتي كده على اليوتيوب، او مو بدايتي على اليوتيوب، قبل ما ابدا يوتيوب كنت اشوف محتوى يعني للحظه كنت ما ادري ليش ما احب الادم، لكن بعد فتره صراحه لقيت الادم كويس. يعني انا ممكن كنت اشوفه لانه كان كئيب، يعني لو نطالع مثلا نرجع ورا كذا مره. طبعا ما شاء الله عليه حارق ام اليوتيوب حرق. برجع ورا دقيقه، لا ابغى اوريكم الحقبه اللي انا شفتها. انا شفت يا اخوان هذا كان اول مقطع، لو نجي نطالع في وجهه انا حسيت بالكآبه. فانا في هذيك اللحظه قلت ولد هذا الادمي كئيب ليش كذا، عارف؟ فاخذت نظره سيئه للامانه، لكن مع الوقت يعني لقيت انه والله الادمي يعني صراحه كويس صراحه. فالادمي هويته حلوه، هويته رهيبه بسيطه. ادمي يعني كيف اوصف لكم؟ ادمي رهيب بكل اختصار، ادمي رهيب، شخصيته مميزه، الكاريزما حقته كويسه. لكن هو رايح الاتجاه هذا للامانه هو الصح، لكن صعب جدا. يعني حتى انا نفسي ما اقدر اسويه، او يعني بحاول اني اسويه لكن ما اقدر، اللي هو موضوع انك انت يعني تنوع في المحتوى. زي ما تلاحظوا مثلا هنا قام ينزل العاب، لعبه رعب فجاه كذا نزل لك لعبه رعب برضه تكمل، فجاه تكمل ثانيه، فجاه نزل لك فاينل فانتسي دخل لك هي، فجاه ميمز حط لك ميمز كذا فجاه. فالادمي بدا ينوع، هي خطوه حلوه لكن قاعد شويه تدمر القناه. ما ادري الى متى صراحه الموضوع هذا ممكن اني اثر عليه، لكن اتمنى صراحه انه هو ينجح لانه صراحه شخصيته حلو. فزيفير صراحه تقييمه له لما انا اسطوري. ادم يستمر، هويه حلوه، مقاطع اللي هي طبعا تخص جنشن، مقاطع تقريبا ممتعه، يعطيك الزبده، مونتاج برضه حلو، مونتاج طبعا ما في اوفر لكن مونتاج رايق او اللي يعطيك الزبده. فزيفيرس محتوى اسطوري صراحه. يبوي عطشت انا، خليني اروح اشرب مويه دقيقه. طيب نجي على اليوتيوبر اللي بعده اللي برضه صراحه من الناس اللي دعموني في تويتش على بدايه على تويتش. اول واحد نشر لي في تويتش هو طبعا ما يدري هذه المعلومه، لكن يعني هو تقريبا من اوائل الناس اللي دعموني من ناحيه تويتش مو من ناحيه يوتيوب. فالادمي كان بادئ صح، كان يمشي صح، مشاهداته كانت حلوه، استمراريته كانت حلوه، وضعه كان تمام، لكن فجاه جاته كذا قطعات، فجاه صارت سحبات. انا ما ادري صراحه ممكن يكون عنده ظروف ما ادري، صارت فيه سحبات كثير، بعدين رجع فجاه بفيس كام، الوضع صار كذا اختلف، عارف؟ بعدين رجع قطع، بعدين رجع ثاني، بعدين رجع قطع. ففي في في مشكله. طبعا عنده كم سلبيه صراحه من ناحيه جوده المحتوى. الثمنيلات صراحه يعني شويه لكم عليها. من ناحيه المونتاج جوا يعني في 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 ملاحظات، عارف؟ المونتاج شوي مزعج. فانا عن نفسي صراحه اشوف الادمي اوكي يعني كان يجتهد زمان، لكن الدهور حبه ممكن ما اعرف كيف مثلا يدير الموضوع على اليوتيوب، ممكن ما اعرف مثلا انه كيف يطور نفسه اللي هو ممكن يكون ظروف خارجيه انا ما ادري صراحه عنه. لكن عموما احنا علينا في الموجود نقيم يعني كذا بكل بساطه عشان نروح اللي بعده. يعني محتوى حلو غير متقن، او يعني ممكن والله بين هذول الصدق، يعني محتوى عادي ما في شيء مميز. طيب نجي على الشخص الثاني اللي هو هاكو. يعني كان من اليوتيوبر اللي يعتبره قدام جدا. يعني لو نرجع كذا للهستوري حقه يعني ورا بنلاقيه انه كان من الناس اللي يجيب مشاهدات صراحه كثير. فهذا بدا بمحتوى يعني كان وقتها هو الحوت الاول تقريبا. يعني زي ما تلاحظوا هنا قبل سنتين كان تفتح باكجات ب $500. طبعا في هذاك الوقت $500 انت تقول في لعبه او ماي جاد، عارف؟ زي ما انتم شايفين 118,000 متابعه على المقطع هذا، فبوف فجرت القناه كذا، عارف؟ بيرجع مره ثانيه تروب، حاول انه مثلا ينوع لكن ما زبطت. فمحتوى يعني ككل الادمي كويس، لكن يعني صدقا هذا من الناس اللي لما حط فيس كام الناس فجاه كذا صار يعني نزلت، مو عشان هو قبيح لا، هو يعني هو حلو، لكن هي الفكره انه ممكن الناس ما تتقبل فجاه ما تقبل. فهو لازال قاعد يحاول يعني ينوع، قاعد يحاول يسوي اشياء كذا، لكن يا اخي ما في 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 مشكله عنده زبده، في مشكله. وانا شخصيا برضو لما أنا يعني ما اتابع مقاطع. فعموما هاكو انا ما ادري صراحه وين اخليه، يعني وين التقييم اللي ممكن يناسبه ما اعرف صراحه. سويء مو سيء، سويء انا ما يعجب.
طيب نجي على اليوتيوبر اللي بعده اللي هو ابو عرفج. هذا الادمي بسيط جدا جدا بسيط، ادمي مونتاجه جدا بسيط، ما يتكلف في الامور هذه. ادمي معروف بملك الفري تو بلاي، الادمي الفري تو بلاي الوحيد. بالمناسبه انا شفت انه هو تخرج ما شاء الله، صار طبيب دكتور، فعلى البركه والله، ومنها الاعلى ان شاء الله، والله يوفقك ان شاء الله في حياتك. المحتوى يا اخي غريب، عارف اللي قاعد ينوع لكن الناس قاعد تتفرج، عارف اللي ما ادري كيف ما شاء الله ما ادري. زاد انه سوى شيء برضه مميز، موضوع هو انه سكب كل حاجه، مشي كذا في التحديثات يعني، وجاب غانيوس 6 بدون ما يدفع. فالمقطع انفجر طبعا، توقع ذيك الفتره كان كل التيك توك يتكلم عنه، شيء صراحه يعتبر نادر تسوي هذا الشيء. فعموما ادمي محتوى متنوع، الجوده حقته في المقاطع زي ما قلت لكم بسيطه لكنها حلوه، ما هي بسيطه لابو كلب، لا بسيطه حلوه. فزي ما تشوف ما شاء الله يعني الادمي ربي موفقه صراحه، او انه هو ادمي محبوب يعني شخصيته كذا محبوبه. لكن زي ما انتم شايفين الادمي قاطع ولو فتره مره قاطع يعني، ورجع تعرف انه رجع كذا نزل المقطع حلقت صفر بوف سحب كذا، عارف رجع ثاني بوف سحب، عارف في سحبات كثير. فمحتوى يعني يقيم كحلو. طيب نجي للشخص اللي بعده اللي هو بنط. المهم الشخص هذا، الشخص الجميل هذا بدا طبعا بدون فيس كام. لو نرجع ورا طبعا شوف انه ما كان فيه فيس كام، فالادمي فجاه كذا بوم طلع الفيس كام، عارف هو حاول انه ينوع، حاول انه كذا تعرف يعني يخرج شوي عن جنشن، لكن الامانه اتوقع انها هجت. زي ما تشوفوا تحت كان محتوى في جنشن كان تقريبا كويس يعني، كان ماشي صح، كان يعجب الجمهور، لكن فجاه كذا قام ينزل لهم تعرف ميمز، والله ميمز العاب مدري شو، ذكي ولا غبي، عارف اشياء كذا يعني ما تدري شيء يعني، اشياء تعرف ينزلها ابو فل. لا انت انا محتواك حق جنشن، عرفت انت المجتمع حق جنشن، اذا بدك تغير عندك زي مثلا طريقه زيفيرس. طريقه زيفيرس صراحه في تنوع جدا جدا حلوه، وممكن ترى تشوفونها اسويها بعدين، اللي هي فكره انك انت مثلا اوكي تنوع لكن لازلت تنزل عن جنشن، اللي اوكي نزل كم مقطع دفلهم جنشن، كم مقطع نزل جنشن. لكن هنا تعرف اللي في مشاكل، عارف يعني طالع هنا مثلا مشاهدات مره ابو كلب، لكن تري طالع هنا بس نزل عن جنشن 11000 بوف 17000. فهنا الفكره، الناس مو متقبلين جدا فكره انه هو بعيد عن جنشن. فنرجع لموضوع الهويه، الهويه صراحه حلوه مرتبه، مطلع كذا شكله حلو جميل، عارف ممكن يجذب يعني المتابعين انه يتابعوا عشان الجمال، ينحط ممكن هنا، هو ما ينحط هنا لانه يعني كمحتوى حلو انك تروح تتابعه، لكن في نفس الوقت هو شويه متقن فينحط هنا، هذا المكان تقريبا المناسب. طيب نجي على اليوتيوبر اللي بعده اللي هي بنت، هذا طبعا ثاني بنت عندنا في المقطع هذا. للامانه اكون معاكم صادق جدا، انا ما تابع هذا المحتوى او ما تابع هذا البنت، فهي يعني دخلت كذا شفت لها كم مقطع يعني نظام اللي هو تعرف المحتوى حق البنات اللطيفين، عارف شفت البنات حقون جنش اللي في التيك توك، هي كذا جمعتهم هنا وتنزل لهم محتوى كذا بسيط لطيف، فهو محتوى تقريبا للبنات اللي كنا متكيه كذا مصابات والله ما ادري. عموما الكونسليشن حقها C5 اي صح، هنا بعد ما عندي تستخدم هذا حق مين، شكل مو غريب بس ما ادري حق مين ذا، هذا مين؟ فعرفتوا مقصدي، هذا مقصدي يعني في المحتوى حقه اوكي، هو موجه يعني للبنات. فعموما ما في شيء مميز عن موضوع اللي هو مثلا المونتاج ما ادري ايش كذا لخبطه، لا ما في موضوع كذا بيسك سواليف. فالمحتوى هذا صراحه انا ما يعجبني، لكن هي ممكن ترى يعني لو انه مثلا شخص ثاني ممكن يحطه هنا على طول، لكن انا ما اتابع هذه الاشياء صراحه يعني، قلت لكم محتوى موجه للبنات. فعموما الله يوفقها. اللي بعده عندكم القناه اللي بعدها صراحه قناه كبيره ما هي صغيره، اللي هو ريبلي. ريبلي طبعا ايش نظامهم يقولوا قصص او مثلا يجيبوا اخبار او يعني يتكلموا عن مواضيع زي كذا. في ناس كثير كتبوا لي عنهم، انا اللي اعرفه انه نظامهم يعني يقولوا لك قصص في جنشن، اشياء في جنشن يعني في جنشن. يعني زي عندكم مثلا هنا قصه كامله حقت كافي، ان شاء الله النت حقي سريع، جاوب اشتري من متجر بلوفرات حقي عشان اشتري النت اسرع يعني، افك لكم المقطع بشكل اسرع. يعني عندكم شوفوا هنا مثلا عندكم تيشرتات، عندكم مثلا قسم هنا في بلوفرات يعني. اذا السلام عليكم، اليوم رجعتني يا شيخ، خلينا نكمل الاعلان يرحم امك. المهم عندكم مثلا هنا الشعار حق القناه حقي، تصاميم هنا مختلفه، بلوفرات ما بلوفرات حركات. فعموما يعني ترى مسوي تخفيضات، روح اشتري. الادمي هذا ينزل لك قصص، ف طريقته في الالقاء او في القصه جدا حلوه. يعني مثلا طالع هنا احد افضل المهندسين المعماريين اللي مروا على تاريخ الاكاديميه، ولكن من بين الذكريات اللي صنعها يعطيك قصة كذا تعرف عن مونتاج لطيف، عارف يحكي كذا الهرجة بالتفاصيل. فمحتوى صراحة جدا جدا رهيب، مرة حلو. فطبعا ما راح ينحط محتوى استير لأنه في النهاية يعني قاعد ينزل عن كل حاجة، أوكي قاعد ينزل عن جنشن، قاعد ينزل مثلا قصص لهم أشياء مدري إيش، لكن قاعد يشطح يمين ويسار، عارفين. فوالله أنا محتار، المفروض إنه هذا الفئة اللي هنا يكون هذول ناس في جنشن معرقين، عارف، لكن هذا يعني قاعد يشطح، فهو بين هذا وبين هذا الصدق. لكنه صراحة يعني تصنيف كذا لحاله محتوى حلو جدا، هذا مكانه. طيب يا أخوان
نجي لأفدل الأب الروحي لكل صناع المحتوى. أفدل طبعا هذا يعتبر أبونا في جنشن، المعلم الأكبر، السنسي المغوار. أفدل من الناس صراحة اللي يعني زي ما قلت لكم من أساسيات جنشن كذا، تعرف اللي أفدل قص شريطة مع جنشن، هو أول يوتيوبر يشرح لعبة جنشن، حرفين أول يوتيوبر. أنا عرفت أمور كثير جدا، حتى ممكن تشوف مثلا أسلوبي أوقات في شرح الشخصيات شيء قريب منه، عارف قاعد اقتبس منه. فالآدمي صراحة قناته جدا جدا حلوة، آدمي شخصيته مرة حلوة، آدمي إيجابي 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 بشكل يعني مفرط. يعني ممكن تعرف يجيب لك كذا باربرا يقول لك باربرا لما الدائرة حقتها تعرف تدور، فهي تحط موية على الأعداء، فأنت لما تحط إلكترو يقوم يجيك إلكترو تشارج، إلكترو تشارج هذا ينقص لك 1000 من إتش بي حق الأعداء، فأنت ناقص 1000 إتش بي، تخيل أنت لو تكرر 10، عارف لأي درجة الإيجابية. لكن الأمانة في آخر فترة قام يسحب، ممكن قاعد يشغل الآدمي في أشغال ثانية برا جنشن وبرا المحتوى مثلا، ما أدري صراحة. لكن عموما الله يوفق، يعني المحتوى حقه وكاريزمته ومكانه في يعني اليوتيوب يأهله بالراحة أنه هو يكون على طول في استير بلا يعني أي مجاملة بلا أي شيء. نجي اللي بعده اللي هو سنادة. مين ما يعرف سنادة؟ سنادة أتوقع برضو من الناس اللي جدا مشهورين في لعبة جنشن، ما أتوقع في أحد ما يعرف يعني اسم سنادة. لما أنا آدمي جدا جدا كويس، آدم شخصيته حلوة، آدم زي ما تقوله حبوب، جمع لك بين إيش إنك أنت تشوف مثلا رحلة تطوير مقطع يكون طويل، زائد إن يكون فيه مونتاج كذا لطيف، عارف؟ صباح الخير جميعا. شفتوا لعبة جنشن، عارف لطافة. فالآدمي مرتب صراحة، تحسه كذا يعني آدمي ينفع كذا لمحتوى جنشن، هو استير صراحة هذا الموضوع. من ناحية الهوية عندك زرافة، إيش تبغى أفضل من كذا يعني؟ سنادة حبيبي هنا ملك الهويات طبعا، زائد ما شاء الله إنه يعني أرقامه ما شاء الله تثبت لكم إنه هو جدا جدا رهيب. لو مو رهيب كان ما جاوا الناس هذول قد كذا. يعني على سبيل المثال مثلا المقطع هذا 276,000، ما شاء الله أنا ما أدري من وين طلعوا أساسا الناس هذولي، يعني ما توقعت إنه في عدد جمهور لجنشن قد كذا، فما شاء الله عليه الآدمي جدا جدا رهيب. فبدون ما كثر كلامي يعني عليه استير. طيب نجي على اللي بعده اللي هو بوخميس. طبعا بوخميس هذا الفطافيط الجدد على اليوتيوب ما يعرفه، لكن صراحه من الاشخاص اللي انا تمنيت انه هو يكمل. ادم يا اخي محتوى رايق، ادمي كذا يدخلك جو انك انت قاعد تلعب معه، عارف يعني. على سبيل المثال السلسله حقته حقت فري تو بلاي، يعني سلسله فري تو بلاي حقته من افضل السلاسل اللي انا شفتها يعني في جميع الالعاب. ادمي تعرف يعطيك تحديثات ايش صار معاه في الحساب، يلعب مثلا اللعبه كذا تعرف يفرم لك في نص التفريم كذا، يعطيك كذا معلومات، يعطيك والله ها ايش تسوي، فانت تطلع من المقطع تستفيد معلومات كل حاجه في مقطع واحد. طبعا المقاطع ترى يعني مقاطع طويله، ترى تحسبها قليل، والمونتاج حقه جدا بسيط. لكن زي ما قلت لكم الادمي محتوى جدا جدا ممتع، فالادمي هذا صراحه لو كمل انا اتوقع انه بيوصل مع افضل بالراحه، يصف جنبه على طول، بحطه صراحه يعني اسمحوا لي في استير. طيب نجي على اليوتيوبر اللي بعده اللي هو كليكر. كليكر هذا للامانه يعني هو الادمي شغال على نفسه اكثر شيء، شغال بموضوع اللي هو الشورت اتوقع. يعني زي ما تلاحظوا انه ما شاء الله شاد حيله مره بزياده موضوع الشورت في التيك توك، اظن اكثر يطلع لي كثير للامانه. لكن انا من الناس يعني صدقا انا ما احب محتوى. ليش يا اخي؟ ما ادري يا اخي، بس اسلوبه شويه مو مريح، عارف. انا ما ادري كيف يعني اوصل لكم الفكره، لكن يعني بعطيكم كذا مثال. اوكي، ما فيه ولا اي دمج، الدمج صفر، يعني ما ادري انا ما ادري ايش اسمه. يزيد الكريت دمج ادمي حليل، بس يا اخي انا صدقا ما احب محتوى للامانه، ولا اتابع الادمي صراحه. لكن من ناحيه هويه عنده هويه صح، يعني النار هذه يعني تقريبا بالرسام، بس ايش في هويه، زائد انه برضه في عنده تنوع. اي صح انه ما ينزل كثير بس عنده تنوع. الرياكشنات هذه صراحه مال امه داعي يعني للامانه، في اشياء في كذا في 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 امور غلط، عارف مو غلط بس في امور كذا يعني. فعشان كذا يعني صراحه اعتذر منك يعني كليكر، بس يعني لا ما بدي. طيب نجي القنوع او هيثم. قنوع طبعا انا هو قاعدين نتنافس على موضوع الصمله، فانا هو تقريبا اللي لازلنا مستمرين على جنشن، لازلنا على صملتنا في جنشن، ننزل بشكل تقريبا شبه مستمر. انا بالنسبه لي يعني اكثر مده قطعتها يمكن اسبوع، هو تقريبا برضه نفس الفكره، ممكن اسبوع اسبوعين هذا اذا مره قطع. ادم مستمر مره من زمان، هيثم من الناس اللي قاعد يتطور، بيطور نفسه مع الوقت. لو تجي تطالع يعني طالعوا هنا تشوف الكام كيف واضح، جدا واضح. ننزل تحت كذا يعني شوية بعيد، نجي نطالع الكام فرق مرة كبير. فالآدم بيطور محتوى، بيزبط مثلا المحتوى بيطلع بشكل حلو، الثمنيلات برضه يعني جيدة، الهوية برضه بشكل عام حلوة مرتبة كذا يعني شيء حلو. فالأمان الهيثم صراحة يعني يعتبر ممتاز. لكن الآدمي أنا في شيء صراحة أنا ما أحبه في الآدمي هذا، حتى يعني قد قلت له هي يعني قد مرة دخلت معاه وقلت له هي، اللي هي سالفة إيش؟ سالفة إنه ردة الفعل اللي شوية كذا أوفر. بس هو في النهاية طلع الآدمي يعني هو هذا طبيعته، يعني هذا طبيعة الآدمي ما قاعد يتصنع، لكن شكله من بعيد
بعيد كأنه قاعد تصنع، عرفتوا؟ فأنا هذا الشيء يعني ما يعجبني فيه الأدمي، يعني مو عشان هذا الشيء يعني أنزله مرتبة، لا الأدمي صراحة يعتبر في اللي هو الاستير، يعني هيثم صراحة في الاستير على الاستمرارية حقته على المحتوى النظيف اللي قاعد أنزله، وبرضه لا تنسى المونتاج، المونتاج حقه جدا جدا رهيب. تقريبا هذا التقييم اللي طلعت به. ممكن يعني في الثلاثة اللي هنا، ثلاثة صفوف اللي هنا ممكن شوية يتلخبطوا بينهم، بس يعني ما أدري صراحة معه. هذا اللي أنا أشوف. بس والله هذا مقطع اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا. نفس الوقت برضه يا أخوان زي ما قلت لكم، أنا ما راح أقيم نفسي، أنتوا قيموني، أعطوني مثلا إيجابية وسلبية بعد. مثلا إيجابيتك والله شيء فلاني الشيء الفلاني، سلبيتك الشيء الفلاني، وفي النهاية اكتب لي من 10 يعني خذ راحتك. بس والله يعطيكم العافية على المشاهدة، نشوفكم إن شاء الله مقطع ثاني، ومع السلامة.